اتفضل استاذنا. ألو، تسمعني؟ اتفضل. السلام عليكم. تفسير الآية صحيح؟ احنا عايزين نعرف بس كيف نحذرهم، يعني انا دلوقتي لقيت ان ابني عدو لي او زوجتي عدو لي، أوكي كيف أوكي احذرهم؟ اعمل ايه؟ أوكي أوكي يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم، صحيح؟ كمل اتفضل. اللي هو تفسير الآية عند الشيعة أي معناتها أي بعضهم، يعني أي بعضهم مو كل الناس. يا باشا هو انا قلت كل، انت سمعتني قلت كل، انا يعني عايز افهم أوكي بس كلمة فاحذروهم يعني ايه؟ كلمة فاحذروهم يعني ايه؟ فاحذروهم أن يورطوكم في دينكم أو أديانكم. يعني نحذرهم نعمل ايه طيب؟ يعني نخلي بالنا منهم صح؟ نحذرهم صحيح يعني ما صحيح نسمعش أن ندير كلامهم، بالنا من عندهم إذا كانوا مشركين. يعني نعم ما إذا نسمعش كانوا كلامهم مشركين ما صح؟ نسمعش كلام. صح، صح كده؟ طيب يعني نحذرهم يجوز ليا نحذرهم. انا كراجل مسلم علمت ان هذه المرأة منافقة، يجوز ليا ان انا اتجوزها ابتداء؟ نحذرهم عادي، نقدر نتزوجهم لكن نحذرهم. هنحذرهم ازاي يعني؟ يعني اتجوز المنافق واستمتع بيها على الفراش والكلام ده كله وانا عارف ان هي عدوة لله والرسول؟ باور، انت تقدر تتزوجها لكن ما تقدر تجرها دينك او هي تجرك الدين. انا ما نحذرهم اتكلمت تجيبها نحذرهم ولا ما طبعا. تجيبهاش، انا دلوقتي واحدة اعلم انها عدوة لله وعدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل جاز لي ان انا اتجوزها؟ يعني قصدك شيعية بالأحرى صح؟ انا ما سألتك شيعية والله، انا واحدة عدوة لله وللرسول، هل جاز لي ان انا اتجوزها؟ لا ليه ما جازش ليه؟ يعني لحظة، خليني أفسر لك الموضوع. إذا اتفضل. أنت سمعتها تكفر بالله وتكفر بالنبي وهاي من هنا ما راح تجوز لك مرض. يعني بس بالنهاية أنت مثلا إذا مثلا في النهاية لا يجوز لي أن أتزوج منافقة، طب لو اتجوزت واحدة منافقة واتضح لي أنها عدوة لله وعدوة للرسول راح تقدر تطلقها. أطلقها يعني ما أقعدش معاها؟ اي تقدر. يعني ما أقعدش معاها، يعني أنت شايف إن أنا ما أقعدش معاها أطلقها على طول، أول ما أعرف إن هي عدوة لله وعدوة للرسول أطلقها، ولو عرفت ان تقدر انا تطلق. ولو عرفت قبل ما اتجوزها المفروض ان انا اطلقها، يعني ما اتجوزهاش اساسا صح؟ لا، المفروض اذا انت ما اذا دريت بها قبل لا تتزوج يقبل طلقها. صح كده كلامك صحيح انت 100 100. حاضر حاضر.